السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جيجل لنقف على الأشغال تاع هذا المركب الضخم لأن تحويل الخضرة والفواكه، واللي نعرف أن المنطقة تاع جيجل تسخر بإمكانيات هائلة في إنتاج جميع أنواع الخضروات، خاصة الخضروات والفواكه التي قابلة للتحويل كالفراولة والمشمش. خليكم تابعوا هذا الفيديو عن هذا الاستثمار الهام في منطقة ولاية جيجل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. تأسيس نسيج اقتصادي فعال ومنتج هو الهدف الأساسي لقطاع الصناعة هنا بولاية جيجل، من خلال رفع العراقيل على كل المؤسسات العمومية كهذا المصنع المختص في تحويل الخضر والفواكه، والذي سيدخل قريبا مرحلة الإنتاج. بالنسبة لهذا المصنع راح يخلق 200 منصب شغل مباشر و500 منصب غير مباشر، وراح يخلق ديناميكية في الولاية وفي الولايات المجاورة. الوحدة الأولى اللي راح تدخل الإنتاج هي وحدة زيت زيتون البكر، تدخل أواخر شهر أكتوبر. الوحدة الثانية العصائر راح تدخل الإنتاج أواخر ديسمبر إن شاء الله. هذا المشروع الذي سوف يعطي إضافة للقطاع الفلاحي والمنتجين على مستوى الولاية، خاصة منتجي الزيتون، وكذلك سيساعد على الامتصاص الفائض من المنتوجات الفلاحية، خاصة منتوج الفراولة والخضر والفواكه.